بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس. إذن اليوم كان توقيع اتفاقية الخاصة بمشروع المنطقة الصناعية العين الشقاق، هو مشروع كننتظروه من شحال هادي، كان بمبادرة من الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات اللي جا بداية في 2013، كانت الفترة ديال الدراسات إلى آخره، واليوم بفضل دعم وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر ووالي الجهة وعامل عمالة السفرو ورئاسة المجلس الجهة، والحمد لله كاين واحد التعاون واحد الاتفاق على أن هذا المشروع الأهمية ديالو بالغة، لأن غادي يحسن الجاذبية ديال الجهة ويحسن التنافسية ديال المنتوج الوطني ديال الجلد باش يكون موجه للتصدير ونكونوا كننافسوا الدول يعني اللي كتنتج هذا المنتوج ديال الجلد. هو مشروع المبلغ المالي ديالو 303 مليون درهم، يعني مشروع مهم من حيث الاستثمار، وفي نفس الوقت غيشغل 8000 منصب شغل مباشر. هذا 8000 راه هما شابات وشباب الجهه ديال فاس مكناس. المشروع ماشي فقط كما قلت ديال صفرو او ديال فاس، هو مشروع ديال الجهه ان شاء الله. وحنا عندنا المهمه وهي سابقه، الغرفه عندها مهمه ديال التسيير ديال المنطقه الصناعيه، وهي مهمه ومسؤوليه كبيره، وان شاء الله نتمنوا هذا الشيء ينجح ان شاء الله، وحنا متفائلين انه غيكون ناجح.